انفصال وفسخ خطوبة طلال وجود والكشف عن حبيب جود الجديد. بنت تزعل بسبب موسم جدة. يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم مين مكسر السوشيال ميديا، معاكم المحقق عبد المحسن اللافي. تبغون تعرفون مين كسر السوشيال ميديا هذا الأسبوع؟ ابشروا. يوم الأحد الساعة 8 مساء وصلتنا الفاجعة، انفصال طلال باسم وجود عبد العزيز. طلال أعلن فسخ خطوبته من جود بدافع الغيرة، ومن حقه أن يغار لأنه اكتشف تواصل جود مع ذكر آخر، بل بينها وبين الذكر هذا علاقة، بل وصلت لحد التلامس، ولدينا الدليل مثبت بالفيديو الرقمي. دعونا نشاهد سويا. يلا يلا يلا. شنو؟ قطوة؟ اوه قطوة، كويس نبهتي، كنا نحسبه انسان. ما احنا شايفين انها قطوة، بس برضو لازم تراعين احساس طلال. شنو؟ قطوة؟ بعد تبي تعلمينها شلون يحس؟ بعد تبي تعلمينها شلون يحس؟ بعد بس يقول شعر القطوة مو زين. يلا 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 فعلا بديل. شنو هذا؟ أول مرة أشوف قطر ينور وكذي. يلا 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 يا عيني ما تستحي. شفت شلون؟ أخي هدي يلا، يعني عارف انجليزي يعني أظن مدرسة خاصة يعني. يلا يلا. طلال لم يستطع أن يتحمل علاقة هذا القط اللعين بخطيبته السابقة جود. طلال رجل غيور وصدقا قط اللعين خراب بيوت، بعد ما دامت علاقة طلال وجود لمدة يومين، يومين كاملين دخل هذا القط يفسد علاقتهم المبنية على مبدأ الأربع تاءات: المشاهدات، الإعلانات، المسلسلات، اللقاءات. إيش؟ طلال باسم وجود عزيز يعودان لبعضهما بعد يوم واحد من الانفصال؟ عطني يدك، احنا اقوى من كل شيء والله العظيم. شكرا جد. حسافة، توقعت تصير هوشات مشاكل طعن بالسلاح الابيض. على طول رجعتوا لبعض، خفيفين انتوا، ما في كرامة. السؤال جود، ايش عجبك في طلال علشان توافقين عليه من الاساس؟ اول شيء ما في اي ولد في هذا العمر يتخذ هذا القرار، يمكن احنا ما كملنا شهر الا على طول يعني كلمني في الموضوع. الله، ما كملتوا شهر وخطبتوا، وبعدها بشهرين فسختوا الخطبه، وبعدها بيوم رجعتوا لبعض. فعلا ما في اي ولد يسويها. ما في رجال يسوونها الحين. صح، ما في رجال يسوونها الحين، بس في اطفال يسوونها. يعني كل أحد يبغى يلعب، كل أحد يبغى يلعب، لكن هو بهذا العمر ما شاء الله يعني سوى هذه الخطوة. بهذا العمر ما شاء الله يبي يلعب بس على مستوى أعلى. والله لعيب، حنا المساكين جيل التسعينات. على كل، أبنائي مواليد الألفين، الأطفال طلال وجود بطلوا لقاءات، فهمنا أنكم مخطوبين، إذا تزوجتوا إيش بتسوون؟ بث مباشر الليلة الأولى؟ وبعدين انتوا مستعجلين بكل شيء، ليش؟ طيب بالاساس ايش خلى طلال يعلن الانفصال؟ بس علشان اللي صار، هو ضايق زعل انه كيف في احد قريب منه يأذيه فيني انا، فهمتوا؟ فبعدين ان شاء الله بنتكلم بكل شيء. ان شاء الله راح نتكلم عن ايش في يا سونيك؟ طلال ريح لي هرمونات المراهقه، تكفى. تضايقت؟ زعلت؟ سد بوزك وريحها، ويلا بانتظار زواجكم وأبد عنيتكم جاهزة، تبشرون نيابة عني وعن فريق مين مكسر. بس هاي يا سونيك، أنا أدري أنك مستعجل بكل شيء، بس ولي عافيك عنيتي لا تخلصها بسرعة، واحدة واحدة.
يا أخي باقي شهر واحد بس على موسم جدة وما رحنا إلى الآن. كلكم تيجوا عندنا الموسم ولا حزعل؟ يعني مرة يهمنا زعلك. أزعلي عندك سناب؟ أقصد كنا حنيجوا بس يوم شفنا مقطعك بطلنا نيجوا. بس يعني لو جيت بشوفك. إيش تقول؟ أقصد ما أدري والله، شفت مسوي نفسها فعالية من فعاليات الموسم، غير مقبول بالمرة حشوة كلا، أبدا غير مقبول. كلكم تيجوا عندنا الموسم ولا حزعل؟ إلى جدة والحافظ الله. طيب هذه بنت، محتاجين برضو شاب وسيم، أنيق مفتول العضلات عريض المنكبين ممشوق القوام، يروج كمان لموسم جدة ويستقطب الناس. بنات كلكم تيجوا عندنا الموسم ولا حزعل؟ يما انتو حتى الترفيه يباك راتني فيه. إذا هذا ترفيه هذا ما أبي. وهذه كانت أخبار المشاهير والسوشيال ميديا. على فكرة تقدرون تتابعون جميع حلقاتنا الماضية في 7 مواسم من خلال صفحتنا بالسناب شات. انشفكم كالعادة كل ثلاثاء وجمعة الساعة 9 في توقيت السعودية.